بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي ايها الاخوه الفاضل مع حلقه جديده من برنامج الاسلام دين القيم. حلقه اليوم بعنوان قيمه الحوار البناء. فلا يخفى ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليتعارفوا ويتعايشوا، ولا يتم ذلك الا بالتواصل والحوار. ويبرز ضوء الحوار البناء عند الاختلاف. القرآن الكريم مليء بالنماذج التي ترشدنا إلى كيفية الحوار مع المخالف، دفعا لسوء الفهم وما قد يفضي إليه من نزاع وخصومة وما إلى ذلك من صراعات. يقول الحق سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالآية تضمنت ضرورة وجود شرطين للحوار الراشد والحوار الرصين: الحكمة والموعظة الحسنة، أي العلم والعمل. يؤكده سبحانه في سورة طه حين يتعلق الأمر بدعوة أحد العصاة في الأرض، فيرشد موسى وهارون إلى المنهجية التي ينبغي اعتمادها في دعوة محاورة فرعون. يقول الحق سبحانه: ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. في هذه الآية عبارة عظيمة كما يقول الإمام الطبري في تفسيره، وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالمناطفة واللين. والكلام اللين هو الكلام الدال على معاني الترغيب واستدعاء الامتثال. وفي قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه، لم يشر القرآن الكريم في محاورة ما لأي أسلوب استعلامي أو إقصائي، مع أن سيدنا إبراهيم مطلع من علم الله ما لا يوجد عند محاولة أو ما لا يعلم محاولة. فجاء الخطاب من سيدنا إبراهيم لينا متضمنا وجوب احترام الآخر، مستندا على حجج الإقناع، مستندا على حجج الإقناع. يقول الحق سبحانه: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فلم يقل له: يا أبت أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك هذا العلم. ليختم بعبارة تؤكد أن الخلاف في الفكر والعقيدة لا يناقض السلام ولا يهدد الأمان. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيدا. كذلك نجد التأكيد في حوار المؤمن وصاحب الجنتين. فالقصة تضمنت وجهتي نظر مختلفة تماما للحياة، وجهتي نظر للحياة مختلفة بينهما. فرغم وجود أسلوب استعلائي وإقصائي من الجاحد بأنعم الله عز وجل، يقول الحق سبحانه حكاية عنه: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إلا أن القرآن يرشدنا إلى الحكمة والنصح التي ينبغي أن يتضمنها مثل هذا الحوار مع الأسلوب الاستعلائي والإقصائي. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فهذه النماذج تؤكد أن الحوار ينبغي أن يتضمن معاني اللين ومعاني الإنصات واللطف والإنصات للآخر. لهذا نجد الحضور القوي لكل الآراء المخالفة في القرآن الكريم، سواء تعلق الأمر بالإلحاد أو الجحود بأنعم الله عز وجل أو العصيان لأوامره. وجعل الحوار المنهي عنه هو الذي لا يستمع فيه للطرف الآخر، كحوار ابن آدم في قوله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الحوار انتهى قبل أن يبدأ، قال لأقتلنك. وكذلك الحوار مبني على الإقصاء باستعمال سلطة معينة كسلطة القوة في حوار فرعون مع سحرته. قال: آمنت له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أو الحوار المتضمن لأسلوب الاستعلاء والإقصاء كحوار فرعون مع قومه. قال فرعون: ما
ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا في التأصيل القرآني. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد البيان والتأكيد لدور الحوار في تليين القلوب وكسب عطفها والوصول بها إلى تحقيق المقصد من معاني الأخوة الإنسانية بالاستماع للآخر بدل إقصائه. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، يستأذنه في فعل كبيرة في الزنا، فزجره الناس ولم يقبلوا منه هذا الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاوره بالأسلوب الطيب الذي يجذب القلوب، فقال: أتحب لأمك؟ قال: لا والله، جعل الله فداءك. قال: وللناس يحبون لأمهاتهم؟ فسأله عن ابنته وعن أخته وعمته وخالته، ثم وضع يدي عليه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وحين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن فيها للأنصار شيء، وجدوا في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة. فحاورهم النبي صلى الله عليه وسلم حوارا بديعا مطولا بين لهم الحكمة والغاية من ذلك، فبكى القوم وبعد ذلك رضوا بما قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح لهم ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنع. فالحوار الراقي هو الذي يثمر قضايا فكرية مهمة تنفع الأمة. أما الصراخ والحوار دون هدف ودون ضوابط شرعية والمصاحب بسوء الإنصات أو رفض الإنصات أصلا، فلا يحق أي نفع الأمة لأنه مبني على الكراهية. لهذا حرص الإسلام على محاربة التعصب والقمع، وأمر بترسيخ الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن المخالف إذا وثق اطمأن وإذا اطمأن أنصت. فالحوار الذي يجب أن يتضمن أسلوب الإقناع بالرفق واللين دون رفع الصوت أو السب أو التعيير أو التهكم أو الاستهزاء، ولا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصدها. فمفتاح العقول ومفتاح القلوب هو الإقناع بالحوار الممنهج والجدال المنطقي اعتمادا على الحجة العقلية والمشكاة الدينية. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام الفاضلة، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.